الفائزين في صباح هذا اليوم. وغارة جديدة ومكة جديدة طاحنة تنطلق في صباح هذا اليوم في شوطنا الرابع الذي يضم نخبة من القعدان وتواصل أسماء جديدة وشعارات مميزة. هذا هو الانطلاق. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ مع حضراتكم معلنين للمراكز الخمسة الأولى المصرح لها بالنداء. أبدأ مع حضراتكم بشعار خليفة بن خليفة بن عبد الله العطية. هذا هو شاحوف على المركز الأول ينطلق في هذا الموقف في هذا الانطلاق. بينما المركز الثاني عز الجيش لناصر بن فهيد بن محمد آل زبدان. آل زبدان المري مع المركز الثاني تتابعون عبر شاشة قناة الريان وعلى الهواء مباشرة هذا الانطلاق. شوف المركز الثالث. المركز الثالث ولد مهند لصالح بن حمد القمره النابت، وهنا تغيير من شهم على المركز الثالث. شهم لراشد بن طالب بن راشد بن شريم المري مع المركز الثالث ورابع المراكز. هنا العديد محمد بن طينان بن عايض آل عذبه المري. والمركز الخامس، المركز الخامس 43 رقم 43 وهو شاهين لسعود بن ناصر بن كليفيخ العتيبي. هذه الأسماء والمراكز الخمسة الأولى أعلنتها لحضراتكم وهذا التجمع الخليجي أبناء الخليج توافدوا هذا الأسبوع في ميدان الشيحانية في الأسبوع الرابع. والمكرمة من سمو سيدي أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه 50 سيارة رصدت في هذا الأسبوع. اليوم في الفترة المسائية إن شاء الله 20 سيارة، وغدا في فترة سن اللقاية مع سن اللقاية 30 سيارة إن شاء الله في يوم الغد. نتمنى التوفيق لكل المشاركين من أبناء الخليج الحاضرين معنا في ميدان الشيحانية، نتمنى لهم التوفيق. شعار خليفة بن خليفة بن عبد الله العطية مع شاحوف على المركز الأول، مع شاحوف مع الانطلاق الأول. من الجانب الآخر تغيير عز الجيش سلالة غنية عن التعريف ناصر بن فهيد بن محمد آل زبدان المري مع المركز الأول، وهذا خطير على المركز الأول ينطلق. ثالثا يحتل شهم راشد بن طالب بن راشد بن شريم المري وأيضا اسم خطير. والمركز الرابع يصل أيضا بن شريم، يصل شاهين سعد بن طالب بن محمد بن علي بن شفيع المري مع المركز الرابع. وديروا بالكم على هذا الاسم، ديروا بالكم على هذا الاسم. المركز الخامس، المركز الخامس وصول الباز حمد بن راشد بن ناصر بن لخن المريزيق المري على المركز الخامس شعاره. وبدأنا بالكوع الأخير والمنعطف الأخير والمركز الأول، وهذا خطير افتتح الكيلومتر الأخير. وهذا الشعار العطية خليفة بن خليفة بن عبد الله العطية مع المركز الأول. اسم لمع في هذا الموسم، موسم حافل بالإنجازات لهذا الشعار، شعار العطية. يا سلام مع المركز الأول، ثقة الكبار، انطلاق الكبار، تحدي الكبار. بينما المركز الثاني، على المركز الثاني عز الجيش، وعلى المركز الثالث وصول اسم جديد عنيد لي حماد بن صغير ابو خرايط العامري. ولكن من يستحق الاذاعه في هذا الشوط هو صاحب المركز الاول. بعد ان تجاوزنا ال 300 ل 400 متر الاخيره عن خط النهايه، اهدي الناموس من هذه اللحظه لمالك هذا القعود خليفه بن خليفه بن عبد الله العطيه، المتابع الحاضر المساير المندفع مع ناموس هذا الشوط. اقول ناموس، الناموس لمالك هذا الشعار، مالك شاحوف. اسعد الله صباحكم، اسعد الله صباحكم بكل خير. خليفه بن خليفه بن عبد الله العطيه، مالك شاحوف، اهديك الناموس من هنا عبر الاقمار الاصطناعيه وعلى الهواء مباشره. تهانينا لمالك شاحوف. المركز الثاني ما يهاب لمنصور بن محمد بن نعيف العامري ثالث المراكز.
وصل بالمركز الثالث مبدع لمحمد بن علي بن سعيد الجربوعي المري. رابعا وصل بالمركز الرابع عز الجيش لناصر بن فهيد بن محمد آل زبدان المري. خامسا احتل في هذه اللحظة المتحد لمبارك بن ناصر بن محمد بن حباب الهاجري. أيها الإخوة المتابعون، منافسة شيقة وشوط حمل أسماء جديدة وأسماء كبيرة وشعارات شاركت من أبناء الخليج في منافسة شريفة في ميدان التحدي. حمل شعار العطية الناموس في هذا الشوط وأهداه لخليفة بن خليفة بن عبد الله العطية مالك شاحوم الذي قام رأس وأنهى الشوط. رأس تهانينا لأبو خليفة على هذا الفوز. تهانينا والناموس على هذا الفوز. 4:36 45 جزء من الثانية. التيم عنده، التوقيت عنده، نعم أفضل توقيت عند قعود العطية حتى هذه اللحظة. التوقيت الأفضل سجل مع شاحوف لخليفة بن خليفة بن عبد الله العطية كأفضل توقيت حتى هذا الشوط. 4:39 71 جزء من الثانية. ما يهاب لمنصور بن محمد بن نعيف العامري. تهانينا يا بن نعيف والمركز الثالث. 4:40 10 أجزاء من الثانية. هذا هو صاحب المركز الثالث مبدع لمحمد بن علي بن سعيد.